ولذلك يا إخوة، المظاهرات لإسقاط ولي الأمر من قسم البدعة، فإن لم تستعمل فيها السيوف الأسلحة ولم يكفر ولي الأمر فهذه بدعة ويشان الخوارج القعدة، وإن استعملت فيها الأسلحة واعتدي على الشرط وعلى الأقسام وقتل الضباط فهذا هو الخروج والعياذ بالله. ولم تكن مخالفة الشرع يوما جالبة خيرا للأمة، وكل من خرج على ولي الأمر عبر التاريخ لا بد أن يؤول أمره إلى الندم. وكم وكم سمعنا اليوم من أناس يقولون أين فلان، أين فلان الذي كانوا بالأمس يعملون على إسقاطه.